السلام عليكم، كيف حالكم يا أطفالي الحلوين؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. درسنا اليوم درس جميل في مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي بعنوان تمثيل الجم. ما رأيكم أن نمثل الآن بالجم؟ إذن هيا سنتعلم في هذا الدرس الجمع بضم مجموعتين. هل أنتم مستعدون؟ هيا إذن لنبدأ. لدينا الآن مجموعة من القطع الحمراء، نعم، ومجموعة من القطع الصفراء. يا ترى ما العدد الكلي للقطع؟ نعم أحسنتم، لنتأكد الآن. إذن قطع حمراء وقطعة صفراء، لنتأكد. إذن نعم، أربعة قطع حمراء، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أحسنتم. وصفراء؟ نعم واحدة، ممتاز. ما رأيكم الآن أن نضم المجموعتين في مجموعة واحدة؟ نعم هيا لنجرب. مجموعة واحدة سنضع فيها القطعة الحمراء والقطعة الصفراء. تعالوا للأسفل. نعم إذن لنعد مع بعضنا البعض، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، نعم خمسة قطع، أربعة حمراء وواحدة صفراء، قمت بضمها في مجموعة واحدة فأصبحت خمسة قطع. أحسنتم، خمسة. الآن هيا نعود مع بعضنا البعض على خط الأعداد. خط الأعداد يبدأ هنا من الصفر وينتهي بالعدد خمسة. هيا هل تستطيعون العد؟ سنبدأ أولا بالقطع الحمراء، اتفقنا؟ هيا، واحد، أحسنتم، جميل، ممتاز. إذن أربعة قطع حمراء، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. وكم قطعة صفراء؟ انظروا، أربعة قطع حمراء وكم قطعة صفراء؟ أحسنتم، واحدة. فنكمل، واحد، واحدة صفراء. ما رأيكم الآن أن نجمعها ونضمها مع بعضها البعض؟ سنبدأ مرة أخرى من العدد صفر. هيا، نعم، واحد، ممتاز، أحسنتم، أربعة، خمسة، ممتاز. إذن خمسة قطع، أحسنتم، خمسة. هل بإمكانكم الآن أن تتدربوا لأنفسكم؟ نعم، سأعطيكم تمرين رقم 2 في الكتاب صفحة 128، دقيقتان لإكمال الحل. ولكن السؤال أولا يقول: أوجد العدد الكلي، أرفع عدد أصابعك بمقدار الأجزاء لتجد الكل. نريد أن نجد مجموع القطع، اتفقنا؟ ممتاز. إذن خمسة أحمر وثلاثة أصفر. هيا، نعم تستطيعون الرسم وثم جمعها. دقيقتان.
إذن نعم أحسنتم، 5 قطع باللون الأحمر، ممتاز. 1، 2، 3، 4، 5. والأصفر 3 قطع أخرى، ممتاز. هل قمتم بضمها؟ جميل، هيا لنتأكد. وضعناها الآن في مجموعة واحدة. سنعد، 1، 2 بصوت أقوى، 3، 4، 5، 6. نعم أحسنتم، 8، ممتاز. إذن 8 قطع في المجموعة الواحدة، 8، فأصبح العدد 8. هل كتبتم 8؟ ضعوا لأنفسكم نجمة ووجه مبتسم. إذن هيا لنبدأ العد على خط الأعداد. نعم، أولاً القطع الحمراء، 1، 2، 3، 4، 5. أحسنتم. والقطع الصفراء كم عددها؟ نعم 3، هيا لنكمل. 1، إذن 5 قطع حمراء، سنكمل 3. 1، 2، 3، إذن قمنا بالقفز 3 قفزات بحسب القطع الصفراء. 3، ما رأيكم الآن أن نضم المجموعتين مع بعضهما البعض؟ نعم، سنبدأ العد من الصفر حتى نصل إلى العدد الكلي، 1، 2، 3، نعم 5، 6، أحسنتم، 7، 8، ممتاز. إذن العدد الكلي هو 8، أحسنتم. ما رأيكم الآن أن تتدربوا أيضاً؟ نعم ممتاز، أجيبوا عن التمرين رقم 6 في الكتاب صفحة 129. لا تنسوا أن ترفعوا أصابعكم بمقدار الأجزاء لتجدوا الكل. قطع حمراء عددها 4، قطع صفراء عددها 5، دقيقتان للإجابة. نعم. إذن هل أكملتم الحل؟ جميل، 4 قطع حمراء أمثلها بالأصابع، 4 قطع حمراء. وكم قطعة صفراء؟ 5، أحسنتم، فالعدد الكلي هو، نتأكد، تعالوا، 1، 2، 3، 4، 4 قطع حمراء وصفراء، 1، 2، 3،
أربعة، خمسة، من استخدم الرسم؟ ممتاز. إذن نظمهما في مجموعة واحدة، صفراء وحمراء. لنعد مع بعضنا البعض، واحد، اثنان، ثلاثة، أحسنتم، أربعة، نعم، خمسة، بصوت منخفض، ستة، سبعة، ثمانية، وبصوت مرتفع، تسعة. يا سلام، إذن أحسنتم، فالعدد الكلي تسعة. ممتاز. هل تستطيعون الآن أن نعد مع بعضنا البعض على خط الأعداد؟ لنتأكد، نبدأ هنا في خط هذا الأعداد من الصفر حتى التسعة، اتفقنا؟ كم قطعة حمراء؟ لا أسمع. ممتاز، أربعة، لنبدأ بالأربعة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، نقف. انتهينا من اللون الأحمر، القطع الحمراء، سنبدأ بالقطع الصفراء، وكم عددها؟ نعم، خمسة، ممتاز. لنبدأ، نعد خمس قفزات، نعم، نبدأ من الأربعة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، وأخيراً خمسة، أحسنتم، ممتاز، خمسة قفزات. الآن أريد أن نعد العدد الكلي، إذن سنبدأ من الصفر حتى نصل إلى العدد الكلي، اتفقنا؟ سنضم المجموعة الحمراء والمجموعة الصفراء، اتفقنا؟ هيا هيا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، نعم، أحسنتم، ثمانية، تسعة، جميل. إذن تسعة، فالعدد الكلي تسعة، فأربعة مع خمسة يعطيني تسعة في المجموعة، أحسنتم. تمرين آخر، نعم، حتى تتدربوا وتنموا مهاراتكم، جميل. أجيب عن التمرين سبعة في الكتاب صفحة 129. هيا، دقيقتان للحل بنفس الطريقة، ست قطع حمراء وقطعتان باللون أخضر، كلا، برتقالي، لا، أصفر. هيا هيا، إذن أكملتم؟ جميل، إتقان في الحال. هل بإمكاني أن أشاهد الإجابات؟ أحسنتم. إذن هيا لنبدأ، قوموا بالرسم، بإمكانكم الرسم أيضا. واحد،
اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ممتاز. وهنا واحد، اثنان. أحسنتم. إذن ستة قطع حمراء وقطعتان باللون الأصفر، لنضمها جميعا في مجموعة واحدة. تعالوا تعالوا. نعم، هيا لنعد مع بعضنا البعض. الكل. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. يا سلام، ثمان قطع. هل أقول حمراء؟ كلا، لأن هناك صفراء. هل أقول صفراء؟ كلا، لأن هناك حمراء، فأقول ثمان قطع. أحسنتم. فالعدد الكلي هو ثمانية. إذن هل أنتم مستعدون الآن؟ هيا لنكمل العد على خط الإعداد. لنبدأ من؟ نعم، سوف نعد الأقطع الحمراء. أحسنتم. لنبدأ. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. أحسنتم. هل أقول سبعة؟ كلا، لأن هناك فقط ستة قطع حمراء. لنكمل، كم قطعة صفراء؟ نعم، قطعتان. لنكمل، نبدأ من الستة. واحد، إذن ست قطع حمراء. نعم، لنكمل القطعة الصفراء الآن. واحد، اثنان. أحسنتم، اثنان. ممتاز، يعني قفزتان. هل بإمكانكم أن تبدأوا العد من الصفر حتى نحصل على العدد الكلي؟ يا سلام، هيا هيا لنبدأ. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، لا أسمع، ستة. أحسنتم. سبعة، وأخيرا ثمانية. عباقرة أطفالي الحلوين. إذن ثماني قطع موجودة أمامنا. أحسنتم، ثمانية. الآن هل بإمكانكم أن تعدوا؟ خمسة قطع حمراء وخمسة قطع صفراء. نعم، هيا هيا أتحداكم. أجيبوا عن التمرين ثمانية في الكتاب، صفحة 129. دقيقتان، أنا بالانتظار. أحسنتم، أنا أرى إجابات صحيحة. هيا لنتأكد. إذن خمسة، لنعد. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. ممتاز. والصفراء، هل هناك واحدة؟ كلا، إنها
خمسة، نعم. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. أحسنتم. لنضمها مع بعضها البعض في مجموعة واحدة. تعالوا يا قطع، هيا هيا. نزلت الحمراء وهذه الصفراء، لنعدها الآن. واحد، اثنان، ثلاثة بصوت منخفض، أربعة، خمسة، ستة بصوت أقوى، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. يا سلام، إذن عشر قطع. أحسنتم، فالعدد الكلي هو عشرة. ممتاز. هيا هيا لنعد على خط الأعداد، لنقول واحد، اثنان، ثلاثة حتى يظهر الخط. اتفقنا خط الأعداد؟ هيا يا خط الأعداد لا تخجل. واحد، اثنان، ثلاثة. ممتاز. هذا الخط يبدأ من الصفر وينتهي بالعشرة. لنبدأ أولا القفز باللون الأحمر لأنها هي المجموعة الأولى. واحد، نعم، ممتاز. أحسنتم، جميل. خمسة، رائع. إذن خمسة قطع حمراء لنكمل الصفراء. نبدأ من الخمسة، نعم. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. ممتاز، خمس قطع صفراء. لكن لا تنسوا لقد قمنا بضمها. لنبدأ من الصفر. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. نعم، أحسنتم. تسعة، عشرة. جميل، إذن عشر قطع. ممتاز، هل كتبتم عشرة؟ أحسنتم، ضعوا لأنفسكم وجها ضاحك. لعبة السرعة، من يحب السرعة؟ نحن في سباق الآن. هيا هيا هيا، لعبة السرعة. هل أنتم مستعدون؟ الآن ستظهر لكم مجموعة من القطع، ولكن سأخفيها بسرعة. أريد منكم أن تنتبهوا جيدا وتركزوا ثم تسجلوا العدد الكلي. اتفقنا؟ ارفعوا أصابعكم بحسب العدد، هذا أسهل لكم. هل أنتم مستعدون؟ واحد، اثنان، ثلاثة. يا ترى كم قطعة ظهرت؟ نعم، ربما. وأنت؟ أحسنتي. لنتأكد الآن. إذن أحسنتم، ثلاثة قطع حمراء وأربع قطع صفراء، فأصبح المجموع، نتأكد، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، يا سلام، سبعة. ممتاز، صفقوا لأنفسكم، جميل. إذن العدد الكلي للقطع سبعة قطع. هل أقول سبعة فراولات؟ كلا، سبعة قطع. أحسنتم. إذن لدينا لعبة أخرى، لعبة الإنصات. أنصتوا جيدا، لديكم دقيقتان لهذه اللعبة. ستستمعون جيدا للقطع التي سأضعها داخل الصندوق أنا وأصدقائي، وأريد منكم أن ترفعوا أصابعكم بمقدار العدد الكلي. اتفقنا؟ جميل، هذا هو الصندوق، الصندوق السحري. أصدقائي تعالوا تعالوا، استمعوا للقطع الحمراء. جاءت صديقتي الآن، ستضع قطعا حمراء. ركزوا جيدا، أنصتوا. نعم، جميل. الآن جاء شقيقها، صديقي الآخر، وسيضع القطعة الصفراء. أنصتوا جيدا. نعم، أحسنت، ممتاز. يا ترى كم قطعة وضعتها صديقتي وصديقي؟ سأتأكد الآن. هيا هيا،
لنتحقق. إذن العدد الكلي هو، أخبرني. جميل، وأنت؟ ممتاز. ما العدد الكلي للقطع يا ترى؟ هل بإمكانكم أن تروها لأصدقائنا؟ إذن أحسنتم، ثلاثة قطع حمراء وثلاث قطع صفراء، فالعدد الكلي هو 6. ممتاز. 1 2 3 4 5 6. إذن أريد منكم الآن يا صغاري أن تتدربوا بشكل أكبر حتى تنموا مهاراتكم في الحساب الذهني، اتفقنا؟ تدربوا وعودوا لكراسة التمارين صفحة 51، اتفقنا؟ إذن انتهى درسنا لهذا اليوم، أتمنى أنكم تعلمتم واستفدتم الكثير، إلى اللقاء، مع السلامة.